نادين أبو شاهين رائدة أعمال وأنتربرنور. نادين الناشطة بميدان تجميل وحماية البشرة واللايف ستايل اللي أطلقت منتجاتها الجديدة يلي هن بيور أورجانيك بالكامل، تقدم توصياتها وتتابع استعراض المنتجات العضوية وما تقدمه من فوائد بالتجميل والوقاية والحماية بالبشرة. أهلا وسهلا فيك نادين، شرفتينا. وشو هالموضوع نحن الستات منعشقه. هاي تمار، هاي هاي نادين، شرفتينا واشتقنا لك كثير. دائما بتكوني موجوده معنا لحتى نضوي على هالبرودكتس يلي هن اورجانيك، يلي هن محبذين طبعا، ونحن بنحرص على انه نلاقيهم من يعني مصدر ثقه. صح. فبدنا نشكرك قبل كل شيء لانه عن جد بنغمض عيوننا نحن وعم نستعمل البرودكتس تبعك. شكرا على القام يلي جبتي لنا اياها كمان انا وديانا. ثانك يو. وقبل ما نحكي بالتفاصيل عن كل شيء جديد، جانا اول مره رح تكون عم تستعملهم. مزبوط. حاعطيك الفيدباك تبعي عبر انستغرام واعمل لك تاج اكيد، بس بس انا اكدت لها انه البرودكتس تبعك عن جد بجنن. قبل ما نحكي بالبرودكتس الجديد يلي اطلقتيهم واللي ملاقيين رواج اوريدي، خلينا نحكي شوي عن كل الاشياء الثانيه يلي ممكن تاثر بالبشره قبل ما نعتني نحن ببشرتنا. في اشياء بديهيه يمكن نقطع فيها وبتساعدنا كثير، مثل النوم السليم، مثل الاكل السليم، مثل شرب المي، مثل الفرحه اللي بتكون موجوده كمان بقلوبنا يعني. هالفتره مزبوط، بس هنستعيدها. انا بالنسبه لإلي اهم شيء سبار، يعني كل قد ما بدك اشربي الكول قد ما بدك، في عالم ما بتشرب، بس اهم شيء قد ايه بتكوني عم بتقطعي نهاري فوتي فيه ساعه الجيم. لو منك قادره تروحي على الجيم فيك تمشي حد البيت، يعني الكارديو هو اهم شيء، وبعدين بتجي القصص الروتينيه، يعني اكلك، يمكن التي اللي انت بتشربيه بعد الظهر، يمكن الجرين تي، ما بعرف. صحيح. يعني مش على الفاضي عم تذكر التي طبعا. الشاي اليوم الاورجانيك طبعا. ف انا بالنسبه لي الجيم هو اهم شيء. يعني عم نكبر بالعمر بس كل حدا بشوفك بفكرك انه عن جد من ورا الجيم، يعني حركه لنحرك الدوره الدمويه لنشطها. قد ما بتكوني عم تستعملي برودكت، وقد ما بتكوني عم تحطي اورجانيك، وقد ما بتكوني عم تعملي كل هو الاساس، اذا ما عم تعملي الجيم اوكي، لكن صفر. عم نشجع نفسيتك صفر بتكون. أصلاً. اكيد النفسيه بتتحسن. بنشجع كل المشاهدين على الرياضه. نادين، بما انه ذكرت الشاي، انت من ضمن البيور اورجانيك برودكتس اللي بتنجيها هلا عامله شاي جديد، بتقولي انه هذا الشاي سحر، بيعطي نضاره، وبتشجع الصبايا لشرب الشاي كثير. كيف؟ اكيد لكل حدا عنده مشكله بمعدته، عنده رفلو، عنده جرح بالمعده، عنده حيلا شيء، فانا منهم. يعني انا حدا كثير تعذب لقدرت الاقي تي معين، لاقدر لاقي تي معين يقدر يلايمني الي انا، لانه انا مثلا الجرين تي بيعمل لي رفلو بمعدتي ما في اشربه. ف وانا حدا جدا حشري، يعني بحب اعرف، فوت على جوجل، نبش، مثل ما عملت القام تبعت البرودكت كلها اللي هي اورجانيك، كمان عطيه نفس الشيء، فتت على كل برودكت فيه وعرفت هيدا لشو، هيدا لشو، هيدا لشو، وكلهم جربتهم. ف وقررت ادمجهم، وطبعا فوتت فيهم العشبه الوحيده تبع الدايت، هيدا اللي ما بتعرف، يعني نص العالم ما بتعرفه. قد ايه هيدا الشاي بيريح على المدى الطويل؟ خلينا نقول يعني قد ايه بمثابه كيف بيقولوا يعني البروسيجر تبعيته بتخلينا نتعافى مع كثره التناول منه؟ اول ما بدك تبلشي تشربيه، I'm very honest، يعني اول ما بلشت تشربيه رح تحسي بشويه مغص، لانه هو بيكون عم بنظف لك كل شيء موجود بقلب يعني بقلب معدتك، حتى للقصص اللي عندها مشاكل بالقصص النسائيه، ما بعرف كيف بدي افسرها. كمان بيساعدها على تركلوج الهرمونات، الدوره الشهريه تبعيتها، كل شيء دم مجمد كله بنزل لك، ما بيبقى شيء. بضعف كمان هيدا الشاي نادين، نحن بنعرف لانه في عدد من التيز ان جنرال بتشربيهم لتضعفي. هو بيضعف لانه بيساعدك على تسهيل معدتك، يعني على
على يعني عم قلك على تنظيف كل شيء موجود بقلب المعدة بتكوني أنت ما بتعرفي فيه. بعطي لنا يعني بتحس أكيد. أوكي بدي أجربه. نادين قد إيه مسموح التناول منه خلال النهار وكيف طعمته؟ طعمته كتير طيبة لأنه يعني في حدا ما بيحب اليانسون؟ لا كتير طيب موجود اليانسون. فيه يعني بارت منه ينسون ما حخبركم عن ال يعني بيرخي الاعصاب كمان وبيساعدنا على النوم بطريقه 100% افضل. يعني انا بفضل انك تشربي قبل ما تطلعي على التخت انت وقاعده بالبيت هلا والدنيا شتويه وبحاجه كلنا لتي فبتشربي وبعدين ما في عن جد اللي بيعاني مشكله القلق هيدا اهم شيء يعني فجامعه كل شيء في انا نوم راحه دايت كل شيء بيشتغل أوكي. على البشرة؟ هو اليانسون أهم شيء يكون بقلب الشاي يعني حتى البيبي أوقات تعطي يانسون فكيف إذا أنت في كتير عالم ما بتعرف أنه اليانسون بيكبر لك الماسلز يعني إذا أنت عم تشرب الشاي وعم تروحي على الجيم رح تحسي أنه إذا عم تعملي سكواتس أو عم تعملي تشاست أو عم تعملي كل شيء رح تحسي بسرعة أنه عم تاخذي نتيجه من ورا انا حابه ضوي كمان على ماسكاتك نادين خاصه وانه يمكن يعني كل شيء ماسك بيلينج سكراب صاروا غاليين شوي على شريحه كثير كبيره من العالم فبدي احكي بالماسك تبعك وبالسكراب هي الجلسه تبعيتهم صارت غاليه مش البرودكت غاليه يعني اذا حيلا حدا بده يروح يشتري حيلا برودكت كتير سعره مقبول وحتى أنا عندي جدا سعره مقبول وكلهم بيعرفوا من البرايس ليست اللي حطيتها على الإنستغرام بس الجلسة اللي أنت عم تروحي تعملي فيها ما بقى قادرين تمار مثل قبل يعني كنا كل 15 يوم نروح عند على حيزعلوا مني خبرة تجميل يعني بس إنه عن جد ما بقى فينا مزبوط. يعني التريتمنت كتريتمنت يعني صار ما بقى أفوردبل بس كل شيء عيناية بالبيت صار الجلسة ما في إذا أنا عم بستغليها هني ما عم بستغلوها أنا عم بحكي عن حالي يعني ما بقى فيك بعد ما ننسى إنه رتبنا أولوياتنا يعني ممكن صح. تكون مش كتير غالية ولكن صح. في أشياء أبدا. صح أكيد فهو الست فيها تحطهم عندها على هيدا وكل يوم يعني مرتين بالجمعة تقدر هي تعمل ماسك تبعيتها very easy إنه ينشيل السكراب فيها تستعمله جسم كمان عم بعمل قصص بتريح لك نفسيتك بالبيت شو المكونات؟ يعني على هول السيكرت بس فينا نقول على شو بترتكزي لأنه هيدا الشيء اللي ممكن يعطي نضارة وفينا نحكي عن اشياء تجنبتيها يمكن ممكن تعمل الرجي لناس معينه انا على طول بستند على الشاي الاخضر بكل ماي برودكت في الكوكونات اويل والشاي الاخضر واكيد داخلهم قصص معه ايه هو السيكرت اوكي طيب نادين كمان عندك الهير سيروم يلي بيساعد على يعني كل الصبايا اللي بيعانوا من هر الشعر من التقصير شو بيعطينا بعد هيك فوائد اكثر هالهير سيروم الهير سيروم يعني انا عندي حاله عشق معه لانه هو اول برودكت صح اول برودكت هو انا بلشت بالهير سيروم كان عندي رساله من وراء على طول عم بحكي فيها فكان همي على طول مرضى الكانسر رح ضلني ارجع عيدها وبكل الانترفيو تبعي عم ضلني احكي بنفس الموضوع بس اهم شيء عندي كان مرضى الكانسر انه ما توقف على المرايه منا مرتاحه منا نفسيا ايه ما عندها شعر ما عندها كذا وانا اللابراتوار تبعي كان اختصاصي بس لمرضى يعني انا ما كان بهمني الزبونه العاديه شو بتعطيني فيدباك عن عن طيب الهير سيروم مرضى الكانسر شو عطوك فيدباك عن الهير سيروم بما انه هن قاطعين هن اللي خلوني كفي هن اللي خلوني كفي وخلوني كبر القمة تبعيتي وخلوني يصير عندي ايمان برب زياده لانه يعني وقت حدا مريض كانسر يدعي لك بتكون دعوته مستجابه اكثر من انه حيلا شخص انه الله يرزقك الله يوفقك هول بتسمعيهم من امك من الصبح يعني بس انه تخيل اذا انت عم يوصل لك فيدباك على انستغرام عالم ما بتعرفك ولا بتعرفيها يعني انت نزلت بوست انه بليز انا عندي كل مرضى الكانسر فور فري ما حدا بيدفع عندي مصاري كذا فكتير عالم يعني عن جد عن جد في مرضى الكانسر الفقير
يعني اللي ما قادر يجيب الدواء، ما قادر يتعالج، عادت على جرحه وساكت، فهيداك عن جد لازم تدوى عليه. في فتره يعني قطعوا الادويه الكانسر بالبلد اوريدي، يعني بعدهم لهلا مقطوعين لهلا اصلا، يعني مشكلة. ف على طول انا بنزل بوستات، يعني كل ما حدا بده ادويه بده كذا كلنا عم نجرب نساعد، بس انه اوقات مريضه الكانسر عبالها تستعمل برودكت، عبالها تكون انسانه طبيعيه مثلي مثلك. يعني ما فيك انت تجي تقعد تتسيري بالشعر وبالميك اب وبالهولي وما في برودكت لقلهم هن يقدروا يستعملوه او هن يحطوه او هن، انا هذا الموضوع كثير بياثر فيا. وبحق لهم على كل حال نادين، اكيد فور سمبل ريزن، عم اقول لك انا ما بهمني نفسيتهم بتساهم كثير للتعافي اساسا، فكتير حلو يحسوا حالهم مثل ما كانوا، مجرد ما مثل العالم. تبعت لك انه ثانك يو طلع شعر امي مثلا، انه شو حلو، قد ايه بيكبر قلبك بس هيك بس تسمعي هالكلام الحلو. انا كثير احلى شعور هذا عن جد، انا حدا بيطير، يعني بصير انه لا لازم بعد اعمل شيء، بعدني مقصره وبعدني كذا وبعدني عرفتي، يعني ما بعرف. بس لهلا لهلا بعدني ما اخذت من اللابوراتوار اوكي اذا هن بيقدروا يشربوا التي تبعي ولا لا، اوكي يعني بس ما حدا يبعث لي فيهم مسج عن الموضوع لانه بعدني ما اخذت، اخذت فيه سيرتيفيكيت بس بعدني ما اخذت الاوكي اذا هيدا الشيء بيقدر، لانه انا عندي ورايا حدا بفوت على اللابوراتوار وبفوت عند الحكيم وبيساله، عندي دكتور بيساله هو كانسر. ف على امل انك تاخذي الموافقه كمان لحتى يقدروا يستفيدوا ايضا من الشاي نادين، لنستفيد من خبرتك بهيدا المجال ونسالك هلا تمهيدا للصيفيه، هل من عنايه مختلفه للبشره لازم نتبعها او على شو نركز اكثر؟ كثير من كثير منا لانه بيهملوا بالشتويه البشره. بليز السان سكرين بليز، يعني مش بدك تحطي ميك اب، قبل ما تحطي ميك اب بدك تستعمل السان سكرين. انا ماني حكيمه، يعني انا هيدي طلعت معي، هيدي صار مثل الخبز اليومي تبعنا نادين، السان سكرين يعني خبز يومي صار ضروري. انا ما كان عندي خبز يومي، يعني انا كنت وقت ما بتقول لي مثلا حتي سان سكرين كنت عرفتي انه شو بدي فيها، يعني عرفتي عن جد، يعني لانه كنت مبسوطه بالاويل وبالبيبي اويل حطه على وجهنا ونقعد بالشمس، يعني بس وقتها كثيره فوق 30 صح بتشوف التجاعيد. قبل ما نختم معك نادين، روتين يومي لازم نعمله بالعنايه بالبشره شو؟ انا بوعى الصبح بغسل وجهي بالبلاك سوب، عندي البلاك سوب بستعملها كمان اورجانيك، من بعدها مرتين بالجمعه عم بعمل ماسك وسكراب، والسكراب بيقدروا يستعملوه على جسمهم لانه هلا بتعرفي بشرتنا من هيدا، والجم هي اهم شيء. بيرفكت. بيبقى نتبع نصايحك نادين ونوثق أكيد بالبرودكت تبعيك ونستعمله. بدنا نشكرك لوجودك معنا وعلى كل التفاصيل، وانبسطنا فيكي قد الدنيا. أنا كمان شكرا على وجودك معنا نادين، وأكيد حنعطيك الفيدباك حول your organic product.